السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله جيت عند الأخت ديالي الكبرى، هي الكبيرة. جيت عندها لقيتها غادا توجد واحد الكتف ديال الحولي غادا ديرو بطريقة مختلفة، وقلت إن شاء الله نشارك معكم الوصفة. كيفاش طريقتك يا خديجة؟ كيفاش كتوجدي هاد الكتف ديال الحولي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اول حاجه كنديرو كندهنوه بشويه الحامض والملحه، كنخليه واحد ربع ساعه بحال هكاك. من بعدها كنشلحو بحال هكا، عاد كتغسليه تحيدي منه داكشي، نشلو شويه من هاد المليحه وهادشي الحامض. الشريحات اللي كديري غير هادو صافي، غنشرحو كله ياك. ومن بعدها كنديروا ليه العطريه، ونغسلوه. صافي، حنا دابا غادا نغسلوه ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا بقيه المراحل. من بعد ما غسلنا الكتف ديال الخروف، دابا غادا نبداو في الشرموله. الشرموله شنو غتحتاجي ليها؟ غتحتاج ليها حامض مصير، ايه، وشويه ثومه، ايه، ونديروا شويه ديال شويه الخرقوم، معلقه الخرقوم. هذا اللي درتي سمن؟ السمن اول حاجه كندير السمن، معلقه ديال سكنجبير، معلقه الخرقوم، شويه ديال الابزار، شويه ديال الهريسه، شويه ديال القرفه، وشويه ديال المروزيه. مروزيه شفتك درتي معلقه عامره، والملحه على حساب الذوق. صافي، الله يعطيك الصحه. هذا الشخص طيبها بنين. شهاده الجامعه. كنديروا شويه الماء باش شويه ديال الماء. وهذه راه انا ناقلاها من عندك، ما كطيبيش بالزيت. بالزيت غير بالماء. كنديرو حتى كنديرو ما نديروش الزيت، كنديرو غير الماء باش كنخلطو القامة ديال اللحم، ومن بعدها كنديروها في الطنجره، نديرو في الطنجره ونتسناو حتى كيغلى. حتى كتغلى الطنجره مزيان عاد كنديرو الزيت. عاد كديري الزيت، صافي. نتوما البنات راه حتى بغينا نشرملو الكتف وتفكرنا بان نسينا الزعفران الحر، هانتوما معذرناه هنايا في الماء باش يطلق. شفتو كيفاش ونسيناه؟ ضروري مع التصوير ضروري كننساو شي حاجه. نديرو حتى شويه ديال الزعفران الشعره، الزعفران الحر ضروري، هو بصراحه اساسي في دابا نبداو نشرملو. صافي، دخلوا بحال هكا. المهم حنا هاد الكتف راه نقيناه، قطعنا منه الشوائب، حاولنا نزولو حتى الشحمه، يعني حاولنا ننقيوه شويه لان غادي يطيب في الطنجره، داكشي علاش. صافي، المهم ها هي غادي تشرملو مزيان، ومن بعد غنطلعوه للسطح يطيب على الفاخر ان شاء الله. خديجة اختي شفتك عسلتي خيزو، كيفاش درتي ليه؟ عسلتو درت ليه العسل والمروزيه وشويه القرفه والمليحه وشويه زبيده، شويه زبده خاصك نشحها فيه حتى نشف من الورقه، ما بقاش فيه حتى شي حاجه ولا عطى اللون زوين. غنحاول ان شاء الله نكتب لكم المقادير اسفل الفيديو. ثم البنات ها هو كيطيب فوق منه، طلعناه هنا باش يجينا ساهل شويه، مابقاش كل مره نتكاو عليه. ها هو كيطيب هنا فوق الفاخر، زادت لي هنايا القطه ديال القزبر المعدنوس، طلق زادت واحد الكاس ديال الماء، ودابا عاد غتزيدي الزيت ياكي. ها كتخلط الزيت الروميه والزيت البلديه، حنا حيت حيدنا ليه بزاف ديال الشحمه خليناش فيه تقريبا شحم. دابا غدير البصله،
ما عبرناش البصله، تكون شي 2 كيلو هكاك، تكون شي 2 كيلو ديال البصله. المهم هي الضغميره راه كل ما كانت كثيره كل ما كانت احسن. صافي دابا ما غتزيديش الماء دابا شويه، وغنزيد شي شويه تطلق البصله. صافي خليوه، راكم عارفين طياب الفاخر، خليوه يطيب بالمهل على خاطرو. عرفتي ديجا عطات الريحه ديال العراسات. تحركيه صافي. بالنسبه للشلايضات اللي غادي توجد خديجه اختي، هو غدير هنايا خيزو معسل، وغدير هنا هاد اللوبيا هادي بالزيتون. هنايا اللوبيا راه صافي راه طابت، كانت عندها في الكونجيلاتور، ما كتزيد ليها لا ما لا والو، غير شويه ديال الملح صافي، نتوما طابت غير في داك الماء اللي كيكون فيها. دابا غنزيدو عليها الزيتون، وهنا غدير مطيشه معسله، وهنا كدير واحد الشلاضه هادي هي غتورينا كيفاش، انا ما عرفتش ليها، هي غتوريها لينا. اما هادو الشلاضات ديال العائله كلشي كيديرهم، هادي غدا تورينا ان شاء الله كيفاش كدير ليها. بالنسبه للشلاضه السلاوي والخيزو، هنايا صافي راه شحضرت يتشحر البصله والثومه، ياك خديجه؟ البصله والثومه وشويه ديال الملحه، كتخليهم حتى كيتشحروا مزيان مع الزيت البلديه، ومن بعد ها هي دابا غادا من بعد ما تشحرات غنعاود لكم الشرح. بالنسبه لهنا الطريقه ديال التحضير ديال هاد السلطه هادي، حتى كتشحر البصله والثومه مع شويه ديال الملحه، عاد كتضيف ليها السلاوي وخيزو، وكتضيف معهم واحد نص كاس ديال الماء ياكي. ودابا ملي زادت هذاك نص كاس ديال الماء، غتزيد الخرقوم البلدي، وكتزيدي سكنجبير، كتزيد معلقه ديال سكنجبير، شويه ديال البزار، وشويه ديال الكمون. صافي المهم دارت الحامض مصير، زدت الحامض مصير، ياك خديت زدت الحامض مصير. ودابا غتسد عليها وتخليها طيب، ومن بعد غادي نقطعوا القزبر والمعدنوس، وغادي تزيدي في الخريف، وغادي تزيدي زيت البلديه. صحيح صافي. سمحوا لي انا الدار اللي مشيت لها كنبرزطهم بالتصوير، سمحوا لي بزاف بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، ها هي الشلاضه وجدات. ملي وجدات زدنا عليها غير شويه ديال الهريسه، قطيره ديال الحامض والقزبر والمعدنوس، وغنزيدو حتى يلا غنزيد دابا زيت الزيتون. صافي وغنخليها على جنب حتى الوقت التقديم ان شاء الله. ياك خديجه؟ التعليمات ديال خديجه. خديجه اختي مع دابا مشغوله، كملتها انا في بلاصتها. ها انتم البنات كيف ما كتشوفوا معايا، خديجه دارت هنايا خيزو يتسلق، غادي غير يتسلق في داك الماء ديالو، يعني دارت غير واحد الكميه قليله ديال الماء، كتخليه يتسلق حتى كيشرب هذاك الماء ديالو، دارت معاه شويه ديال المليحه، عاد غتجي تعسلو من بعد. هنا كيف ما كتشوفوا معايا البنات، عسلنا المطيشه المعسله. الطريقه ديالها رفيت مني تشاركتها معكم، غنعاودها لكم ان شاء الله بخوم يعني بعجاله. كتاخذوا غير مطيشه كتحكوها في الحكاكه، وكتصفيوها في واحد الصفايه حتى كتزولوا منها البذور، ومن بعد كديروها تنشف، حتى كتنشف تماما. ملي كتنشف تقدروا تزيدوا لها اما الجيمه ديال باديان، الا ما كانش ماشي مشكل استعملوا غير القرفه. استعملنا حنايا كانت عند اختي المروزيه الله طحناها، استعملنا منها ومليحه شويه ديال القرفه، عويد ديال القرفه،
صافي. والعسل، العسل باش عسلنا، الا بغيتو تقدر تستعملوا السكر في بلاصه العسل صافي، حتى كتولي هكذا على هذا الشكل. من بعد دابا اختي كتوجد في اللوز، غادا تحمرو وطحنو وغادا نعاودو نزيدوه ليها. هذه الاضافه اللي كتزيد اختي لهاد هاد المطيشه المعسله، كتزيد ليها نص اللوز و يعني قد هاد الكميه هذه، غتزيدو لوز مطحون محمر ومطحون. وهنا غادا نتشارك معكم هاد السلطه هذه، فايته تشاركتها معكم حتى هي. هنا فيها اللوبيا كيف وريتكم قبيله، يعني طيبه، ما كنزيدوش ليها الماء لان المهم هذه كانت في الكونجيلاتور. هنا قطعنا الزيتون كيف كتشوفوا، وهنايا هانتوما موجدين هنايا القزبر والمعدنوس، موجدين الكميه كامله لان باش نستعملوها في جميع السلطات. هنا غادي نزيدوا ليها شويه ديال ثومه، واحد الكميه كبيره ديال الزيتون مقطع، كيف كتشوفوا معايا. من بعد ما زدت هاد الزيتون غنزيد هنايا القزبر والمعدنوس، الزيت البلديه والكمون وشويه ديال الحار ولا الهريسه فقط، الحامض ما عرفتوش قلتها ديجا ولا لا، حامض. هانتوما هنا البنات، خديجه اختي دارت هنايا البرقوق والزبيب الابيض والزبيب الكحل، داكشي اللي متوفر في الدار. دارت معاهم الماء، غتخليهم هنايا يطيبوا واحد شويه، دارت معاهم عويد ديال القرفه حتى غادي يطيبوا، من بعد غتزيد ليهم السكر كيبقى على حسب الذوق صافي، وغتزيد معاهم شويه ديال المرقه وغادي تقدمهم ان شاء الله. خديجه غادا توجدي سلطه ديال الارز، درتي الملحه، الملحه سلقتيه بها ياك، والخرقوم البلدي نديرو شويه الهريسه. سميتها اختي كتقول الهريسه، الفلفله حاره كتقول لها الهريسه. شويه القزبر، القزبر يابس، شويه الكمون، الكمون هي هذا لا، عصرتي الحامض. عصرت الحامض، عصرات فيه نص حامضه، مشتاش من عصرات الحامض. هي شويه الزيتون، الزيتون قطع، ندير شويه البيض وثومه، شويه ثومه، بقى لك زيت البيض. صافي باينه لذيذه هذه، يقدر يزيد لها الواحد الطون بغى يزيد، حتى الخضره مقطعه الا بغيتو تزيدوها صافي. حنا غنقدموها غير هكذا، من بعد الا بغيتو، الا بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش الثومه طريه، الا عجب، الا كانت ما كتعجبكمش طريه تقدروا تعاودوا تزيدوا تشحروا واحد شويه في هكا في المقيله، تسوطيوها غير واحد شويه 5 دقائق هكذا صافي وتحطوها صافي، راه كتجي لذيذه بزاف. ذوقوا بعدا هكذا وشوفوا واش عجبتكم ولا لا، ما عجبتكمش تقدروا تزيدوا تشحروها، ما غير هكذا كتجي لذيذه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشليده ديالنا، كنزينوه بشويه ديال القزبر والمعدنوس، كيجيو على هذا الشكل. وهذه هي الشليده ديال المطيشه معسله، وبالنسبه للطبق ديال الكتف ديال الخروف كيجي على هذا الشكل. وبالنسبه للضميره راه تشاركت معكم شحال من مره، يعني الاخت ديالي كتحضرها بنفس الطريقه، كتخليها حتى كتنشف وفي الاخير كتزيد شويه ديال الزبده ولا زيت البلديه صافي حتى كتعلق. وبالنسبه للخيزو المعسل زينا به هكذا، حطينا هكذا بحال العشيشات صافي، وزينا بالزبيب والبرقوق. نتمنى ان شاء الله الطبق ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، خديتو غير فكره على طريقه ديال التقديم. والى وصفه جديده ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.